من دارفور ينضم إلينا الصحفي صالح أبو علامة، ومن أم درمان ينضم إلينا الصحفي المقداد حسن. أهلا بكما. وأبدأ معك صالح إذن، ولو تضعنا في التفاصيل خاصة المتعلقة بالوضع الإنساني. مرحبا. الأوضاع في مدينة نيالا التي شهدت معارك يوم أمس، اليوم بدأت هادئة سوى الساعات الأولى من الصباح. سمع إطلاق لمدافع في المنطقة الواقعة وسط المدينة. أما الآن تعيش مدينة نيالا أوضاع هادئة، ولا توجد أي اشتباكات أو أي مظاهر للقتال بين الجيش والدعم السريع في هذه المدينة. الأوضاع الإنسانية في مدينة نيالا بعد القتال الذي دار بين الجيش والدعم السريع يوم أمس الآن تعتبر سيئة جدا، خاصة وأن لا توجد مستشفيات حتى يتلقى فيها المصابون العلاج، نسبة لأن المستشفى التعليمي اشتباك. هنالك فقط المستشفى التركي وهو يقع جنوب مدينة نيالا، وهنالك صعوبة في الوصول إلى هذا المستشفى نسبة لعدم وجود سيارات تنقل المرضى، ونسبة أيضا لصعوبة الحركة خاصة من شمال المدينة إلى جنوب المدينة. هنالك انتشار كثيف جدا للسلاح، كما أن هنالك تفلت في الطرقات المؤدية إلى المراكز الصحية. بعض المصابين والجرحى يتم إيصالهم إلى المستشفى عبر الأسرة، وهذا ما يصعب عملية إنقاذ الجرحى وإنقاذ حياتهم بعد القذائف التي سقطت بكثافة ليلة أمس في عدد من المواقع، خاصة المواقع الواقعة شمال مدينة نيالا. القذائف أيضا طالت منازل للنازحين. هنالك نزوح كبير اليوم من الأحياء التي سقطت فيها هذه القذائف، كما أن هنالك أيضا نزوح من معسكر عطاش إلى بعض الجهات التي تعتبر آمنة في مدينة نيالا. الوضع في مدينة نيالا يشهد انفلات أمني منذ أيام. هذه الحالة بدأت تتفاقم وبدأت تزيد يوم بعد يوم، خاصة مع تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع هناك. المبادرات التي سعت لإخماد النار فشلت هذه المرة في أن تتدخل بين المجموعات المتحاربة في مدينة نيالا، كما أنها أيضا فشلت في أنها تحسن الوضع الإنساني نسبة للتفلتات الكبيرة. ماذا عن البنية التحتية الأساسية للخدمات؟ يعني نحن أنت أشرت إلى سقوط الكثير من القتلى والجرحى في هذا القصف بالقذائف مدفعية ثقيلة وخفيفة في مناطق حتى مأهولة بالسكان، وكان يتعذر عليهم جرح القتلى، يعني حصر القتلى والجرحى بسبب خدمات الاتصالات وانقطاع الكهرباء المستمر. هل هناك أي جهود تبذل لإعادة جزء من هذه الخدمات الأساسية للبنية التحتية في نيالا؟ نعم، انقطاع الكهرباء والاتصالات أصبح شيء معتاد هنا في إقليم دارفور في عدة مدن. اليوم بات السكان هنا لا يسألون أبدا عن عودة التيار الكهربائي، وذلك لصعوبة إيجاد وقود لتشغيل محطات الكهرباء في معظم مدن إقليم دارفور. الولايات الخمسة لإقليم دارفور الآن هي مظلمة تماما، ولا توجد مبادرات في هذا الاتجاه. هنالك جمعيات تطوعية شبابية تعمل في المستشفيات، تعمل لتشغيل المراكز الصحية عبر الجهود الشعبية، لكن هذه الجهود عندما تكون هنالك اشتباكات وتكون هنالك إصابات خطرة، هذه المراكز لا تستطيع أن تنقذ الجرحى، خاصة وأن الجرحى يحتاجون إلى عمليات عظام، يحتاجون إلى نقل دم، وهذا هو من الصعب القيام به في المراكز الصغيرة. فقط يعني هنالك جهود لمساعدة الأهالي للوصول إلى المستشفيات الكبيرة، وهي تكاد مستشفى وحيد يوجد في وسط المدينة. شكرا جزيلا لك الصحفي صالح أبو علامة، كنت معنا من دارفور، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى أم درمان حيث الصحفي
المقداد حسن. إذا المقداد أيضا لو تضعنا في صورة الأوضاع الميدانية وأيضا الإنسانية. تعد هادئة نسبيا لأن المعارك هنا تتجدد بين الحين والآخر، آخرها كان فجر هذا اليوم سمعنا طلقات وعيرة نارية كثيفة فجر هذا اليوم في مناطق شمال مدينة أم درمان حيث شارع الوادي وشارع النص ومقابر البكري. هذه المنطقة هي بداية مناطق شمال مدينة أم درمان وبداية مناطق جنوب أم درمان. بالأمس في هذه المنطقة عصر الأمس دارت معارك ضارية في هذه المنطقة استخدمت فيها أسلحة ثقيلة وكذلك تزامن مع غارات جوية، آخرها كان قبيل المغرب شهدنا هذه الانفجارات في هذه المنطقة، وهذا انعكس بصورة واضحة على تربي الخدمات الأساسية. تشهد المنطقة في هذه اللحظات ومنذ الأمس انقطاعا كبيرا في الخدمات الأساسية منذ ساعات طويلة. صباح هذا اليوم أيضا شهدنا عدد من الطائرات المقاتلة تحلق في سماء مدينة أم درمان، لكن لم تنفذ غارات جوية في منطقة أم درمان، ولربما أنها نفذت غارات جوية في مناطق أخرى، لكن في هذه اللحظة هنالك هدوء حذر في جبهات القتال هنا في شمال مدينة أم درمان، وكذلك هو الحال في جنوب أم درمان في أحياء الفتيحاب وأحياء المهندسين. طيب في ظل هذا الهدوء الحذر كيف يتم التعامل مع الحالات الإنسانية، مع النقص في المواد الأساسية؟ كيف يتم استغلال هذا الهدوء الحذر الموجود اليوم؟ نعم، هذا الهدوء الحذر يستغل فقط في الشوارع الداخلية للأحياء والمناطق القريبة، أما إذا كنت تريد أن تتحرك من منطقة إلى منطقة تبعد كيلومترات فإن الحركة تصبح صعبة وغير يعني آمنة بالنسبة لحركة المواصلات وحركة المواطنين بين المناطق المختلفة. تستغل فقط في العيادات الميدانية التي هي بالقرب من الأحياء أو المستشفيات التي هي بالقرب من الأحياء والمراكز الطبية والمراكز الصحية. بالإشارة أيضا إلى تربي الأوضاع الإنسانية هنا ضحى أن منظمة الرعاية والطفولة كانت قد أشارت في بيان لها أن أعداد الأطفال الذين يعني لقوا حتفهم جراء هذه الحرب وبتقارير موثوقة حسب المنظمة أن أكثر من 330 طفلا قتلوا جراء هذه الحرب وإصابة أكثر من 1900 آخرين، وهذه التقارير حتى 6 يوليو ونحن اليوم في 25 يوليو، بمعنى أن الأرقام قد زادت إلى عدد أكبر من ذلك. وأيضا المنظمة تحدثت في تقارير سابقة أن أكثر من 13 مليون طفل بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية من المياه والصحة والتغذية والحماية، إلى جانب كثير من الأمراض التي بدأت تظهر لدى الأطفال من الأمراض النفسية وكذلك عدم الأمن وأمراض أخرى بحسب مصادر طبية تحدثنا إليها. كل هذا يلقي ظلاله على الأوضاع الإنسانية سواء على الأطفال أو على الذين يعني ما زالوا يقمعون داخل المدن العاصمة السودانية الخرطوم، وإقليم دارفور أيضا الأرقام فيه يعني كبيرة جدا في هذا السبب بحسب منظمة اليونيسيف في البيان الذي يعني نشرته قبل أيام. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.